ما تضحكيني معاكي. لا 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 وريني بتضحكي على ايه؟ يا نهار اسود، انت اتجننتي؟ خفاعة؟ شيء ما يخصكش. انت فاهمة انت بتعملي ايه؟ المرة دي ده مش واحد سواق سفاري ولا واد بدوي ما نعرفوش. بعمل اللي انت بتعمله بالظبط. ولا ورد حلال وده حرام؟ ده معفن. بس ده مشروبات وهو هينفع برضه. مش مصدق. طب انت فاهمة اخوك لو عارف ايه اللي هيحصل؟ طب بلاش. انت فاهمة الكلب ده لو فضحنا في الحارة ايه اللي هيحصل فينا؟ ما تقلقش. اللي شافه يخليه يخاف يفتح بقه عمره كله. يا نهار اسود. ما تقرفنيش بقى. مش لاقي عليك دور الاخ. احكي لي انت عن ورد بتاعتك. طالما راجع مقريف من بره كده يبقى اكيد زي ما قلت لك. انا بقى مبسوط ليه؟ وريحه الكمكمه اللي ماليه البيت دي. وهي مش مكمكمه؟ لا. بس زي ما قلت جاي تشتغلني بنت امبارح. هبله قوي. شكلها كده اول مره تكذب في حياتها. يا حنين. سو كيوت انت يا شمس. خليك انت بس في القرف اللي انت فيه ده. بكره تشوف من فين اللي جاب لي نفسه القرف. انت فاكره يا بنت امبارح دي هتضحك عليا؟ انا بلعب. ابعد عنها يا شمس. ما تلبسش وتلبسنا كلنا. اللي بيحصل لنا ده كابوس. بس ورحمة سلام حقنا كلنا هيرجع بإذن الله. هو في إيه يا ورد؟ كلامك قلقني. وهو إني أكون بتكلم عن أنا أجيب حق سلام دي حاجة تقلق؟ هو يخصك أنت لوحدك ولا يا سلطانة؟ وبعدين أنت بعتيلي الجواب ليه؟ عشان تخلي بالك من اللي حواليكي، من أمي وجابر وضي. ضي اللي مشيت وانت مش واخده بالك. ضي غفلتنا. بس هترجع. حق سلام هو اللي مش هيرجع الا لو كلنا وقفنا مع بعض. وعموما انا اليومين دول بقابل شمس وقريب قوي هخليه يجيب كل اللي في بطنه. انت بتقولي ايه؟ وبطن مين؟ دول ممكن ياكلوكي. والله انا بقى نشوف مين هياكل مين الاول. انت اتجننتي؟ وانا بقول لك كده عشان تقولي ان انا اتجننت. انت مش عايزه حق اخوكي ولا ايه؟ عايزاه طبعا وهجيبه. لكن اللي انت بتعمليه ده اسمه لعب عيال. ده مش لعب عيال. شمس عينه مني. وانا عارفه انا بعمل كويس قوي. وانت فاكره بقى ان هو مصدقك؟ مش عارفه ان انت بتلعبي عليه؟ ما تردي. ممكن يكون عارف بس انا متاكده ان هو بيحبني وده كفايه. يا اتجار زماني قاسي وظلمني مشيت سواح مسا وصباح مشيت سواح مسا وصباح أدور عاللي راح مني أدور عاللي راح مني أدور عاللي راح مني أدور غريب 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 غريب.